لانتخاب أكان سليمان أم أكان جوزيف عون، وأنتوا رافضين الاثنين. هيك أنا عمول صرنا عم نحكي بشكل إذا بدك أصح. نحن اليوم إذا كنا الممر فمفترض يكون رأينا هو الرأي السديد بانتخاب الرئيس وباختيار الاسم. طيب. لذلك لما فريق بده يختار، إذا نحن بنعتبر حالنا ضمن فريق، إذا هذا الفريق بده يختار رئيس، هذا الفريق مفترض ياخذ ب، يعني اليوم أنا لما بدي اختار لنقول رئيس حكومة، بيجي نحن الكتلة اللي أغلبية نواب مسيحيين مننقي رئيس الحكومة مفرضه على حلفاء ما أو على الكتل اللي هي فيها نواب سنة آخرين، لا، في يعني في حاضنة. اليوم نحن هذا البلد نظامه طائفي ورئيس جمهورية مارونة، والنواب المسيحيين والكتل المسيحية هي الأكثر إذا بدك معنية باختيار الاسم. يعني قصدك السنة بنقوا، يعني السنة مهن الحاضنة لرئيس حكومة، مش تحديدا بس، ولكن يعني والشيعة بنقوا رئيس بري، ما هيك عم بيصير. أيوة أنتو كمسيحيين، فنحن اليوم ما فيك متفقين، بس اليوم الموارنة مش متفقين يعني. ايه أنتو، أنا عم بحكي ضمن فريق واحد. طيب. إذا كنا فريق واحد، إذا ما كنا فريق واحد واحد، ففيهم هن يمشوا بترشيح سليمان فرنجي من دون الرجوع او الركون الى راينا. فاما اذا كنا فريق واحد، نحن اذا ما كان عندنا الرغبه بالترشح، او اذا كنا تسهيلا رحنا قلنا ما بدنا نترشح، ما فيك تيجي تقولي لنا ما لك حق تحط فيتو على اسم مرشح معين. انا عم بزيح لحتى اعمل حل وسط، مش عم بزيح لانهزم قدام مشروع مرشح اخر. فهون الفكره يلي نحن مش عم يجوا، مش عم يلاقونا فيه على نص الطريق. نحن اليوم قلنا قربنا فشخة وقفنا وقلنا نحن تنازلا وتسهيلا ما بدنا ترشيح، ولكن ما حدا قرب فشخة. عم بيقولوا لنا تعوا لعنا، بس نحن ما رح نقرب ولا فشخة لعندكم. هيدي المشكلة وهيدي الإشكالية بالتعاطي بملف الجمهورية اليوم. اوكي، بس هن عم بيقولوا لكم يعني اجى حزب الله حليفكم يلي هو حتى الساعة لا يزال بيقول انه عنده الصبر الكافي للانتظار لحتى انتم تستدركوا وانه تطلعوا معنا على المركب، خلينا نسميها هيك. وهو عم بيقول لكم عندكم الضمانه، يعني انتم عندكم ضمانه حزب الله بانه اليوم مين اللي نقى الاسم، يعني حزب الله نقى اسم. سليمان فرنجي انه عنده اختيار الرئيس ميشيل عون، يعني سليمان فرنجي صار اللي هو حليف حزب الله، خليك شوي، اللي هو حليف حزب الله صار مرتين يعني متنازل إذا بدك عن رئاسته الجمهورية، مرة بتمديد الأمين لحود ومرة بانتخاب الرئيس ميشيل عون لما كان قبل ساعات هو سيكون رئيس جمهورية، بعدين قال له حزب الله لا ميشيل عون وضل البلد بسنتين ونص. اليوم عم تجوا تقولوا أنتو أنه هل هو حق مكتسب، يعني موضوع رئيس الجمهورية حق مكتسب؟ في فريق سياسي، انتم بفريق سياسي، بس انتم بفريق سياسي. هو حق مكتسب، يعني ما فيك كان تقولي حق مكتسب لميشيل عون لحتى يوقف البلد سنتين ونص. بس عنده قوة تمثيلية بتفوق كل المرشحين الآخرين بشارعه، وميشيل عون حقه من 2008 يكون رئيس جمهورية، وميشيل عون تنازل بال 2008 ونطر لل 2016 لانتخب رئيس جمهورية، ولكن سليمان فرنجي حقه المكتسب متأتي من أين؟ يعني اليوم لما أنا بدي أقول أنا تنازلت لميشيل عون، ليش تنازل لميشيل عون؟ يعني حقك بشو أكثر من ميشيل عون؟ وحق اليوم حقك بشو أكثر من جبران باسيل؟ يعني ما نحن مش عم نفوت ب إذا بدك بتقييم الأشخاص، ولكن بقوة التمثيل. اليوم مش حق مكتسب للأقل تمثيلا، هو حق مكتسب للأكثر تمثيلا. فاليوم الحق المكتسب هو لجبران باسيل أولا. لو سليمان فرنجي حاز على 15 أو 16 نائب ككتلة برلمانية، بس ما إجا نحن بنفس الوقت، بس ما إجا قالكم حزب الله أنه أنا مع جبران باسيل، بس هو ما عنده حظوظ داخلية. ما قالكم هيك؟ طيب ليه ما عنده حظوظ؟ لانه متخانق مع الرئيس بري، ومتخانق مع القوات، ومتخانق مع الاشتراكي، ومتخانق مع الكل.